المدافع يجب ان يكون يقظ، يجب ان يكون يعني تاكلنج، يعني بالتدخلات يكون قوي، لكن يجب ان يتقنن هذا الموضوع. انت اهم عندك شويه بعض الاندفاع. شوف يعني المدافع يعني عليه مسؤوليه كبيره يعني بصراحه. يعني لازم يكون هو قائد مثل الحارس، اخطاء تكلفه اذا كانت يعني اخطاء فرديه تكلفه، لانه هو يلعب بالاخير انا العب ليبرو يعني مو مدافع يمين او يسار. والقوه ايضا موجوده اي بس احيانا هاي القوه، لكن هاي القوه يعني منطقه الجزاء مشكلة. يعني لازم انه تكون يعني انت يقظ طوال 90 دقيقه لانه تسبب لك هاي مشاكل. اذا يعني تدخلت بقوه وبدون عقل منطقه الجزاء خلص يعني بعد ماكو ركله جزاء. اذا المدافع لازم يوازن ما بين، لازم يوازن، لازم يعرف انه شو وقت يتدخل قوي وش وقت يتدخل بعقل، شو وقت يوازن، شو وقت يعني هواي امور. اي تفضل. سنوى على شغله ذكرتها هسه. المدافع هو يعني شنو؟ المدافع اذا ما يلعب قوي بس انت قلت لازم انه يعرف بيا وقت انه يلعب قوي. المدافع هو شغلته مدافع، اذا ما يحسس المهاجم انه هو لاعب انه اكو خصم قوي ما يعتبر مدافع. ودا تشوف الدليل اكو لاعبين، دا تشوف لاعبين اوروبا، نجيب مثال شوف راموس شلون يلعب المباراه، سياسه مباراه يعني لعب بجديه. بس هم هواي ينطرد، هم ما يعاب على راموس لانه هواي ينطرد، هواي ينطرد بس انه هو افضل مدافع. بس المدافع اذا ما يحسس بالمهاجم انه اكو مدافع قوي ما يعتبر مدافع. ها يعني تخوف المهاجم اكيد ضروري. اي بس تخوفه يعني مصطفى يحكي تخوفه يعني بمناطق بعيده عن منطقه الجزاء. اي حتى مصر بالعكس هو يستفاد يعني، بس إيه لانه ممكن اكو لاعب مهاري يتقن ضربات الثابته تسبب لك مشكله، ممكن يسجل عليك من اي ضربه ثابته. فيعني لازم تعرف شو وقت تتدخل قوي، ممكن بوسط الملعب بهجمه وهاي يتورط بها الجول شي يتورط بها والجول استرالي صار من الاخ ها مال استرالي.